اهلا بيك يا فندم منورا. حضرتك يا فندم واهلا طبعا على الساده المشاهدين، يعني اشكر حضرتك على المداخله. طبعا خلينا نقول نبدا عن الشراكه ما بين مصر والامارات والاردن والبحرين، تم الاعلان عنها في 29/5/2022، وهي بتقوم على تمكين الاستثمارات الصناعيه المشتركه ما بين دول الشراكه. ان الاتجاه طبعا نحو الدول دي اللجنه العربيه، الرابعه باين او ده الانعقاد الرابع للجنه التكامل. الانعقاد الرابع بالظبط يا فندم. واحنا بنتكلم ان الدول الشراكه كلها عايزه تتكامل لصناعات تكامليه مع بعض، وحطت اولويات لهذه الصناعات، حطت على راسها صناعات الامن الغذائي والدوائي، الصناعات المعدنيه، والصناعات المرتبطه بذلك. لان طبعا دول الجوار من الدول الاساسيه في ظل تحقيق سلاسل التوريد والنمو للصناعات، وان احنا نطلع بيه الصناعات بتاعتنا. فبناء عليه اللجنه الرابعه دي كانت شهدت يمكن عدد من المشروعات. مصر حظت بان في عدد من المشروعات القويه على ارضها، اللي هي اهمها يمكن دكتور احمد خليفه، شركه سي اف تي الامارات، كان ده مجمع صناعي. كان معانا واتكلمنا في موضوع الاسمده والكيماويات. بالظبط يا فندم، ودي استثمارات كبيره على ارض مصريه في منطقه قنا في الصعيد، وطلعت وحظت بالرخصه الذهبيه. مصنع بولي سيرف زي ما دكتور شريف قال من الصناعات الاستراتيجيه للدوله المصريه، وده برضه مصنع قائم على في الاراضي المصريه، حوالي 500 مليون دولار بطاقه انتاجيه حوالي 600 الف طن، بيغطي الاحتياجات بتاعه مصر وبيفيد كمان للعمليه التصديريه زي ما دكتور شريف قال، ان حتى الشركات الاماراتيه بدات تدخل في انها سلسله التوريد، ان يبقى في عقود توريد. ايوه. طب في حاجه انا ملاحظها برضو لو حضرتك، عشان برضو ضيوفنا يمكن ما غطوش النقطه دي، انا شايف كتير من الشركات الدوائيه وداخله فيها الشركات المصريه بقوه، يعني عندنا شركات في مجال البدائل الحيويه، برضو ما يتعلق بمنتجات الاورام والحلول الطبيه، عندنا استثمارات متعلقه بالتكنولوجيا اللقاحات، فانا شايف في اتفاقيات دوائيه مهمه كتيره يعني في هذا. بما ان فعلا يا فندم، بما ان المرحله الاولى للمشروعات الشراكه الامن الغذائي والدوائي، فكانت طبعا مشروعات الادويه حازت عندنا ب يعني مشروعات، ويمكن في بعض الشركات تعذرت عن الحضور عشان الالتزامات، لكن كان ابرز انا لفت بس اتفاق انهم معتمدين على الشركات المصريه في مجال الدواء، وده حاجه كويسه يعني سمعتنا كويسه فيه جدا. طبعا وفيها نقل تكنولوجيا، يعني هو الشراكه قائمه برضو مش على الاستثمارات، ده فيها جزء نقل تكنولوجيا وعمليه التسويق والاتفاقيات، الاستفاده بالاتفاقيات التجاريه الموجوده ما بين دول الشراكه. دي ميزه طبعا بتتيحها الشراكه، ان كل دوله لديها العديد من الاتفاقيات اللي بيتيح لها انها تدخل في دول مختلفه. فطبعا كان عندنا طب الشغل ده داخل بسرعه بقى ولا هيتاخر شويه؟ يعني برضو احنا بنسابق الزمن، يعني التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة بنسابق الزمن مع المتغيرات الحالية، وبنتابع يعني بشكل يومي مع الشركات لتذليل أي عقبات موجودة. ده بناء على تكليف معالي وزير. الشركات دي بعدها أخذوا الرخصة الذهبية زي السي اف سي. السي اف سي أخذوا الرخصة الذهبية من مجلس الوزراء، وكانوا من الشركات الأولى اللي تم الإعلان عنهم إنها أخذت الرخصة الذهبية. ويمكن خلينا نقول إن الرخصة الذهبية دلوقتي ده توجه من دولة رئيس الوزراء، يبقى في نافذة وشباك واحد يقدر المستثمر ان هو يدخل وياخد فيه تذليلا لكل المعوقات اللي بتقابله في الحصول على الترخيص. في عدد معين لغايه دلوقتي بعدد الشركات اللي حصلت على الرخصه الذهبيه، ولا ما فيش ليست واضحه يعني نقدر نقول؟ في مجلس الوزراء طبعا عندهم عدد من الشركات، كان اولهم سي اف سي، والعدد بيتزايد يمكن. طب ما احنا عايزينه يتزايد. ايوه. وتزايد يا فندم. لا طبعا يتزايد، وان شاء الله يبقى كل يوم يعني هم ابتدوا بتسع شركات، واعتقد وصلنا ل 11 ل 12 شركه يعني. فالعدد في تزايد. طب كويس، محتاجين اكتر. ده بقى انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، باشمهندسه دعاء السليم، القائم باعمال المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعه.